دايما بتثير رانيا يوسف الجدل بكل ظهور لها، والسر اكيد وراء هو اطلاليتها الجريئه. نحن التقينا برانيا بفاشن نيوز اريبيا وتعرفنا على هير فاشن تيست واكثر اشياء بتحبها. رانيا يوسف دايما بتصدم جمهورها باطلالات جريئه، فيا ترى ده متعمد لإثارة الجدل ولا جزء من شخصيتها؟ اللي بيحبني بيحبني جريئة، بيحبني بطريقة لبسي، واللي بيكرهني مهما لبستله هيكرهني برضه. هل ممكن الانتقادات تخليها تغير ستايل لبسها؟ ما عنديش مشكلة يقولوا اللي يقولوا، دي شخصيتي وأنا مش هغير شخصيتي. طول ما انا بشتغل ما بعرفش اروح الجيم، يعني بقالي مثلا اكتر من 7-8 شهور ما روحتش غير مره او مرتين، لكن لما ببقى فاضيه بحاول ان انا اروح الجيم، لانه اولا بيحسن لي مودي جدا، بيحسن لي شكل جسمي، بيخلي صحتي احسن. فاكتر من مناسبه شفنا تشابه كبير بين اطلالات النجمه العالميه كيم كارداشيان ورانيا يوسف في موديلات الفساتين، تسريحات الشعر، وحتى درجات الميك اب. فهل رانيا بتقلد كيم ولا لا؟ لا والله لا. طب ليه مش بيشبهوها هي برانيا يوسف؟ الست جميلة وحلوة وذكية جدا وبيزنس ومن هايلة ومكافحة وبتحاول تعمل حاجة في حياتها. بحب جينيفر لوبيز، بحب ستايل لبسها جدا، كيم كارداشيان طبعا، مونيكا بلوتشي، لا في كتير. هل ممكن نشوف رانيا مع بناتها في رياليتي شو ولا لا؟ ممكن، ليه لا، انا عجباني الفكره جدا. لا الكبيره ذوقها مختلف، هي صغيره شويه قريبه مني في طريقه اللبس يعني.